زي ما قلت لكم وصفتنا سهله جدا وبسيطه. كل اللي محتاجاه دقيق وميه وملح. مقدار الدقيق معلوم زي ما انت عايزه. انا مقدار الدقيق النهارده عندي عامله 3 كوبايات. طيب هل ممكن يزيد ممكن يقل؟ زي ما انت عايزه، ممكن تجربي في كوبايه بس هيديكي مقدار قليل من العيش. فانا اقل حاجه عاملاها 3 كوبايات. عايزه تعملي كيلو ماشي، مقدار الميه معلوم؟ لا. ليه يا نونا مقدار الميه مش معلوم؟ لان مقدار الميه لو انا حطيته لكم بمقدار معين كل دقيق بيختلف عن التاني. يعني انا ممكن لو انا هستخدم كيلو دقيق او استخدم ال3 كوبايات دقيق النهارده ممكن اخد لهم كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، كوبايه ونص ميه. ممكن لما تيجي تستخدمي دقيق عندك ممكن يستخدم كميه ميه تانيه خالص، فعلشان كده مقدار الميه عندي مش معلوم على ما تلم العجينه معايا. طيب يبقى انا محتاجه دقيق، ملح، ميه دافيه للعجن وتكون دافيه. طب ما هي ما فيهاش خميره، ليه دافيه؟ علشان ان هي ترتاح بسهوله معايا وما تاخدش وقت عشان الدنيا شتا، لكن لو انت عاملاها في صيف الدنيا اصلا حر استخدمي الميه من الحنفيه عادي. طب ما انت مش حاطه خميره فمش محتاجين ميه دافيه، لا اعملوها بميه دافيه عشان الخميره، عشان اسفه، عشان الجلوتين اللي في الدقيق يبدا يشتغل معايا بسرعه. طيب عشان نورق بقى العجين بتاعنا ده، طيب زي ما انتم شايفين كده احنا لما نعمل العجينه هبدا ان انا اعملها بالشكل ده كده. هسيبها ترتاح نص ساعه وابدا بعد كده اقطعها كور متساويه، وكل كوره هفردها زي الرغيف بالشكل ده، زي الرغيف بالشكل ده. انا حاطه بين كل رغيف ورغيف ورقه زبده، شايفين؟ بين كل رغيف ورغيف ورقه زبده. هو المنظر ده كده، هو ده كده خلاص بقى العيش السوري والعيش الصاج؟ لا اصبروا عليا شويه وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. طيب احنا دلوقتي عملنا العجينه وبقت ملمومه معايا وطريه وكلها تمام وزي الفل. بدات ان انا اقطعها كور متساويه وابدا برش الدقيق ابدا افردها رغيفه متساويه كده، واحط بين كل واحده وواحده ورقه زبده. طيب انا ما عنديش ورقه زبده يا نونا، اعمل ايه؟ صينيه كبيره او على رخامه المطبخ رش الدقيق واحط كل رغيف لوحده وغطيهم كلهم بفوطه وسيبيهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه او نص ساعه قبل ما تعملي الخطوه اللي بعدها. طيب انا هبدا اعمل الخطوه اللي بعدها علشان اسوي وبعد كده نشوف العجينه هنعملها ازاي. طيب لما بنيجي نعمل الخطوه اللي بعدها بس بحتاج ايه؟ بحتاج خليط التوريق اللي بقول لكم عليه ده. خليط التوريق ده عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق وزيت بدوبهم مع بعض وبدهن بيهم الطبقات عشان لما احط على النار يبدا ان هو يورق، يبدا ان هو يفتح من بعض، وده اللي هنشوفه مع بعض. بصوا كده، بسم الله. هشتغل بايه؟ خلاص هلبس جوانتي عادي. بسم الله. رش الدقيق طبعا في الاول على الرخامه او على ترابيزه المطبخ اللي انا شغاله عليها علشان العيش او السندوتشات بتاعت العيش السوري ما تبداش ان هي تلزق في الرخامه بالشكل ده كده. رش الدقيق محترمه كده علشان يطلع معايا بسهوله. طيب وهاخد اول طبقه اهي من عندي، بسم الله، بالشكل ده. طيب انا دلوقتي بقى انت قلت ان في خليط توريق، خليط التوريق دوت هيبقى بين الطبقات علشان ان هو تطلع الطبقات من بعضها. كل اللي انا محتاجاه ادي الزيت، ممكن احط هنا في الكبيره دي كده ادوب خالص كده علشان الخليط ده اللي هدهن بيه بين الطبقات. ركزوا كويس جدا في اللي بقوله. مقدار العجينه كان عباره عن ايه؟ دقيق وميه وملح، اكتر من كده مش عايزه. خلطتها والعجينه لمت معايا كويس جدا وبقت ملمومه ولا ملزقه ولا ناشفه. سبتها ارتاحت نص ساعه وبدات بعد كده اقطعها وبدات بعد كده افردها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب وبعد ما فردتها بالشكل ده سبتها ترتاح كمان شويه نص ساعه. طيب هبدا دلوقتي علشان اجهز بقى العيش السوري. بصوا انا وانا شغاله هنا في الناحيه الثانيه على البوتاجاز صينيه بتاعه فرن مقلوبه، صينيه بتاعه فرن مقلوبه. عايزه تعمليه مربع يبقى على صاج لو انت هتشتغلي سمبوسه، لكن انا النهارده هشتغل عيش سوري فعاملاها على صينيه مدوره. الحجم بتاع الصينيه او الاطار بتاع الصينيه ده هو هيبقى اطار العيش الرغيف بتاعنا. حجم الصينيه هو هيبقى حجم الرغيف بتاعنا. ركزوا في اللي بنعمله علشان ما يبص منكم في البيت. هسيبها تسخن قوي، عايزاها تسخن جدا 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 عشان لما انزل عليها العيش يبدا ان هو يرفع معايا ويورق على طول. طيب هعمل كده وادي خليط التوريق اهو
اللي هو عبارة عن زيت ودقيق، دهنات بسيطة كده علشان هو ده اللي هيفرق لي الاتنين عن بعض بالشكل ده كده. ندهن كويس الأطراف علشان ما تلزقش في بعضها، وبنبدأ ان احنا نجيب طبقة تانية نحطها على الطبقة دي لحد الطبقات كلها ما بتخلص. ادي طبقة تانية، بسم الله، شايفين كلهم يبقوا قد بعض، وابدأ ان انا ادي الخليط اللي بتدهني بيه ده ايه يا نونة؟ ده عبارة عن زيت ودقيق، دوبتهم مع بعض بالشكل ده كده وبدأت ادهن بيهم الطبقات علشان لما يتحطوا على النار مع السخونية يبدأوا ان هم يورقوا ويطلعوا لي زي ما انا عايزة. طيب نونة، هو الحجم بتاع العيش دوت او الرغيف اللي انت عاملاه ده هو هيبقى حجم العيش اللي احنا عايزينه؟ هو ده مفيش عيش سوري او عيش صاج بيبقى الحجم ده؟ ما احنا لسه هنفرده وهنشوف مع بعض واحنا شغالين. بسم الله، اسهل منه مفيش، لو نفذناه صح ومشينا عليه صح هتلاقوا اسهل منه مفيش. طيب بعد ما بيتعمل وبيتسوى بتبدأ ان انت تفكيه من بعضه وتبدأ ان انت ترصيه في الاطباق اللي هي بتاعت التفريز وتشيليه عندك في الفريزر. جيتي تستخدمي، عملت الشاورما، طلعت العيش قبلها بعشر دقايق، سبتيه يفك، ما جيتيش جنبه خالص، عندك ميكروويف حطيه في الميكروويف هيفك معاكي اسرع وتشتغلي بيه على طول. بصوا كده، بسم الله، اهم حاجة الطبقات كلها تبقى قد بعض، والصينية عندي على البوتاجاز بتسخن علشان لما افرد العيش تبدأ ان هي تطلع معايا بكل سهولة. موضوع سهل وبسيط مش مكلف تماما، اسهل ما يكون. هنشوف مقدار الثلاث كوبايات دقيق عمل لنا كام راق. زي ما انتم شايفين كده انا ماشية تمام وزي الفل، الرقات كلها قد بعضها بالشكل ده كده اهو، مفرودين على رش الدقيق عشان وانتوا اللي بتفردوا في البيت تفردوا على رش الدقيق، وتطلع كل الكور او كل كرات العجين اللي احنا قطعناها كلها مقاس واحد. طب انا على ما اسوي هعمل لكم العجينه في العجان ونشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. بسم الله، شايفين الثلاث كوبايات الله اكبر عليهم مطلعين قد ايه. طيب بصوا كده، انا هنا عندي اهو لسه فاضل اتنين، اخر راق او اخر كوره من الكور ما بندهنهاش، اخر كوره من الكور ما بندهنهاش. هنا بصوا، نحط حبه زيت وعليهم معلقه دقيق علشان تكمل لنا التوريق اللي احنا عايزينه. متهيالي اسهل من كده مفيش، والانبهار كله بقى والحاجه المفرحه لما تشوفوا النتيجة معايا تبقى عاملة ازاي. الصينية بتسخن على البوتاجاز مش عايزين نشيلها ولازم تبقى سخنة قوي. طيب نونة، هو احنا ينفع اللي انت عاملاه ده ينفع ان احنا نسويه في الفرن؟ اه ينفع. ازاي؟ بتجيبي نفس الصينية او الصاج بتحطيه في الفرن يسخن جدا جدا جدا، وتروحي حاطه عليه مطلعاها دقيقة كده، تحطي عليها خليط، تحطي عليها مقدار العجين وتروحي حطها في الفرن تاني خمس دقايق كده وتبدأ ان انت تقلبي، هتلاقي بدأ العيش يبدأ ان هو يورق من الحروف. بس صدقيني التسوية على البوتاجاز ليها متعة تانية خالص، وانت شايفة العيش بيورق قدامك كده وبتبدأ ان انت تشيلي راق راق منه قدامك، دي بيبقى متعة تانية خالص يعني. فالتسوية على البوتاجاز اسهل بكتير. طب اديني بس ثانية واحدة عشان في الفاصل نبدأ ان احنا نفرده. بصوا كده، يبقى احنا كده عملنا كل الطبقات بتاعة العيش على بعضها، دي كده اخر حاجة هتدهن واللي على الوش ما بتدهنش، وهوريكم دلوقتي هنفردها ازاي قبل ما نطلع الفاصل. الصينية بتاعتنا بتسخن علشان نحط عليها تبدأ ان هي تورق معانا على طول كده. دي اخر طبقة هتدهن وادي اخر طبقة من العيش. حطت ان هي او حته ان هي تتحط على ورق زبده بالشكل ده بيسهل عليكي كتير قوي وانت بتشتغلي. بصوا كده،
المردانة في ايديكي او النشابة وبحطها في نص العجينة واعمل كده. شايفين؟ وابدأ ان انا اعمل كده. بصوا في النص وابدأ اعمل كده. كل دي رقات عجين. شايفين؟ بتفردي على قد الصينية. بتفردي على قد الصينية اللي انت هتشتغلي عليها. شايفين العجينة رقيقة خالص ازاي؟ بصي يا جمال معايا رقيقة ازاي؟ ما شاء الله عليه. كده ده يعتبر مقاس الصينية اللي انا عايزاه. ده مقاس الصينية اللي انا عايزاه. عايزاه اصغر من كده يبقى هتصغري الكور نفسها. عايزاه اكبر من كده يبقى هتكبريها. طيب امان معايا كده واعمل كده. شايفين المنظر ده كده. وابدا ان انا اجي على الصينيه وهي سخنه قوي واروح عامله كده. بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اهم حاجه الصينيه تكون سخنه متوسطانه على النار وهسيبها. مش هاجي جنبها دلوقتي. مش هاجي جنبها دلوقتي. هسيبها لحد ما نطلع فاصل. هترجعوا من الفاصل هتبداوا تلاقوا من السخونيه بدات الجوانب دي تنشف، بدات ان هي تورق، بدات ان هي تتنفخ. كل ده هتشوفوه لما نرجع من الفاصل. انا مش هاجي جنبها الا لما نرجع ونشوف التسويه عامله ازاي، ونرجع نحط العجينه بتاعتنا في العجان ونشوف الملمس بتاع العجين اللي انا عايزاه يبقى ازاي. العيش الصاج او العيش السوري باسهل طريقه واضمن طريقه ممكن تعمليها هي والسمبوسه، عجينه واحده نعمل منها صنفين ما بنستغناش عنهم طول السنه مش في رمضان. قلت لكم في الفاصل مش هاجي جنب العيش بتاعنا خالص وهسيبه مكانه ومش هتحرك جنبه ولا هلمسه. الصينيه لازم تكون سخنه متوسطنه على النار، النار على اعلى حاجه لان شيء طبيعي ان الصينيه اصلا مش لامسه النار. بصوا كده بدا ينشف معايا ازاي. بص يا جمال من هنا بدا يرفع معايا ازاي. الرفعه دي والقبه دي عفوا الرفعه دي والقبه دي معنى كده ان هو من جوه بيستوي. شايفين من هنا نشف ازاي؟ بصوا كده يعني انا لو جيت عملت كده، بس هو طبعا لسه شويه. بص يا جمال بس طبعا هو لسه شويه، فانا هرجع ده كله تاني لحد ما ايه ينشف بطبيعته علشان يطلع معايا بكل سهوله اكتر. بس شايفين المنظر عامل ازاي؟ القبه دي اهي شايفين؟ معنى كده ان هو بيستوي من جوه وبيورق. التوريق ده كان سببه ايه؟ كان سببه الخليط التوريق اللي احنا عاملينه اللي هو بدقيق وزيت. بسم الله بسم الله ما شاء الله ماشي زي الفل. طيب على ما يبدا ان هو يستوي معانا هبدا دلوقتي بقى اشتغل في العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار الدقيق زي ما انتم عايزين، 3 كوبايات 5 كوبايات كيلو 2 كيلو على حسب. ممكن ما تستخدموش عجان، حطوا الدقيق وحطوا رشه الملح بين ايديكم وابداوا زودوا ميه وعجنوا، زودوا ميه وعجنوا لحد العجينه ما تلم معاكم. طيب انا هعمل بس دلوقتي ده، انا ممكن ما اعملش كنتش اعمل العجينه بس انا هعملها علشان اوريكم الملمس اللي انا عايزاه ايه. ادي رشه الملح اهي بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اشغل العجان وازود الميه شويه شويه. لو احنا في صيف اشتغلوا بميه عاديه، لكن لو احنا في شتاء اشتغلوا بميه دافيه شويه، ما تبقاش دافيه اللي هي سخنه، لا يا دوب دفى دمعه العين كده علشان تخلي العجينه والجلوتين اللي في الدقيق يبدا ان هو يشتغل معايا على طول ويديني نتيجه اسرع. طيب هعمل كده، وقبل ما اشغل العجان واحط شويه ميه صغيرين كده عشان العجينه تلم. دي باينه ازاي من الرغيف؟ شايفين معنى كده ان العيش اهو، امسكه كده عشان يبين بالبلدي بتاعنا كده، شايفه وشي منه خفيف قوي. بصوا ما بيكسرش زي ما انتم شايفين كده، لما بيتلم ويتفرد عادي. طيب الباقي ايه اخباره؟ ماشي تمام وزي الفل. بصوا كده هروح عامله كده واروح عامله كده. نقلته مره واحده بس خلاص بقى يتشمع مني. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين المنظر عامل ازاي؟ نشيل بالراحه، نسيبه لما يفك التوريقه بتاعته لوحده. بصوا، اسيب بس يتهوى كده عشان اعرف ان انا افكه. بصوا المنظر، كل ده هتلاقوه فك معانا، ماشي؟ طيب علشان افكه بسهوله اكتر، انا خلاص كده يعتبر كله اتشمع معايا، كله اتشمع فمش محتاجه ان هو يبقى فيه تسويه تاني. طيب هبدا ان انا اعمل كده. تصدقي بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع بالراحه خالص. من كتر ان هو رقيق قوي، بالشكل ده نفكك كده الطبقات من بعضها، شايفين؟ بالمنظر ده كده نفكك بالراحة بالراحة بالراحة، ونخلي بالنا ان هو سخن ورقيق خالص، فبنتعامل معاه بحذر شديد قوي. بصوا كده، بسم الله، شايفين؟ بالمنظر ده ممكن نسيبه شوية، نسيبه شوية عشان بصوا التراوة بتاعته من الجناب عمالة ان هي تقطع علشان ايديا، فلا هسيبه شوية ونبدأ ان احنا نفك الرقات بتاعته. وعلى ما يبدأ ان هو يفك الرقات بتاعته هنعمل العجينة. بسم الله، مقدار المية ما ينفعش ان احنا نحدده، ليه؟ علشان حسب كثافة الدقيق ما تاخد معانا. مقدار المية ما ينفعش ان هو يتحدد، خلوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي. شوية شوية كده لحد العجينة ما تلم، عايزة الملمس بتاعها ما يكونش ملزق ويكون ملموم، وفي نفس الوقت تتخدم كويس علشان تبدأ ان هي تشتغل معايا على طول. شايفين؟ رقيق قوي، تلميه وتفرديه زي ما انت عايزه وتشتغلي معاه براحتك خالص. انا مش هاجي جنب الباقي ده الا لما ابدا احس فعلا ان هو ناشف معايا وفعلا استوى. ابص هو عايز بس ان هو ان انا ما استعجلش عليه علشان يبدا يورق لوحده، فهسيب دي تورق لوحدها. بصوا كده، شايفين العجينة ملزقة في ايديا بس مقطعة. بصوا المنظر، العجينة مقطعة ازاي، شايفين؟ مش ناعمة، ده مش ملمس عجينة ناعم، شايفين؟ ادي العجان مفهوش دقيق، بس انا العجينة عندي شايفة ان هي محتاجة سن الدقيق، هحط لها سن الدقيق؟ لا. بصوا الترزيقة، طب انت مش هتحطي لها سن دي، امال هتعملي ايه؟ هخدمها.
يعني ايه هتخدميها؟ يعني هي محتاجه ان هي تتعجن وبس، مش هحط لها ولا دقيق ولا ميه تاني، كل اللي هي محتاجاه ان هي تتخدم عجن. لما تتخدم عجن هتلاقوها ان هي لمت، مش محتاجه ان انت تحطي عليها دقيق تاني، وهتلاقيها مظبوطه. لكن لو لقيت ان هي مملقه خالص ومسيله قوي، فده معناه ان هي حطيتي ميه زياده، فمحتاجه ان انت تحطي شويه دقيق ومش كتير، معلقه معلقه كده لحد ما تلم معاكي وتبقى زي الفل. طيب كده العجينه بتاعتنا هشغل عليها العجان، والناحيه الثانيه الصاج بتاعنا ماشي تمام. طيب عملنا العجينه وعملنا العيش، وهنكمل بقى الوصفه بتاعتنا، او هنكمل الطبق بتاعنا او الصنف بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو سندوتشات الشاورما. كل اللي انا محتاجاه شاورمه لحمه زي ما احنا ما عملناها قبل كده، شاورمه اللحمه اللي على اصولها، ما تزوديش فيها المكونات كتير. كل اللي انا محتاجاه، بصوا المنظر، محتاجه ليا متقطعه شرايح شاورما بالشكل ده كده، بصل، والبصل ما يبقاش دبلان قوي، يبقى يدوب فيه تكه تسمعي صوتها كده وانت بتاكليها، لكن ما تبقاش نيه. ورشه البقدونس بحطها بعد ما بطفي النار بالشكل ده. وعندي طبعا بطاطس محمره، وعندنا مايونيز وكاتشب. ونكمل بقى الاكله الحلوه بتاعتنا. فاكرين المخلل الاحمر اللي احنا عملناه اهو، اللي قلنا ان هو بيتباع بره عند الناس السوريين، واحنا كنا فاكرين ان ده لفت مقطعينه رفيع قوي ومخللينه، لكن لا، هو مش لفت، هو مخلل احمر اللي هو الكرنب الاحمر ده كده اهو، من ساعه ما خللناه مع بعض وهو في منتهى الجمال. هنطلع منه كده في الطبق علشان نبدا نجمع السندوتشات بتاعتنا. ادي مخلل الاحمر اللي بنشوفه على السندوتشات اللي هي السوري، وكنا كلنا فاكرين ان هو لفت رفيع خالص، لكن هو مش لفت زي ما انتم شايفين كده، هو كرنب احمر. عملناه مع بعض قبل كده، ومكوناته سهله وبسيطه جدا. المكونات بتاعته كانت عباره عن ايه؟ عباره عن كرنبايه حمراء بنقطعها شرايح رفيعه بالشكل ده كده، وبنحط عليها كوبايه من الخل ومعلقه صغيره من ملح اللون بس. بس امال الميه دي كلها جت منين؟ اللي في البطرمان دي كلها انت زودتي ميه؟ لا ما زودتش ميه، انا مسكت الكرنب الاحمر حطيت عليه الخل وحطيت عليه الملح الليمون، وفضلت ادعكهم ببعض علشان انزل اللون وانزل السوائل كلها، وبعد كده حطيته في بطرمان وقفلت عليه. لما حطيته في البطرمان بدا ان هو ينزل معايا السوائل بتاعته وينزل الميه اللي انتم شايفينها دي، لكن احنا ما بنحطلوش ميه، ما بنحطلوش ميه. طيب تعالوا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل الجريل اللي عندنا سخنه، وهبدا اعمل السندوتشات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعيش بتاعنا لسه على النار، عايزاه بصوا بدا ان هو يقب اهو، عايزين ان هو ينشف لوحده، ما بداش ان انا اطلعه وهو طري علشان ما يقطعش مني زي ما شفتوه بالشكل ده كده. وابدا ان انا الشاورما ريحتها هايله علشان اللي محطوطه فيها. عينيا الاتنين، حاضر. ما حطيتش اي مواد دهنيه في الجريل اللي هنعمل فيه الساندوتش، بنعمل كده بصوا المنظر عامل ازاي. انا كده هستكفى بده كعيش، عشان لما نرجع هوريكم الجزء اللي انا واخداه ده كده هعمله سمبوسه ازاي. شلنا العيش بتاعنا من على الصينيه خالص، وهنبدا دلوقتي بقى السندوتشات بتاعتنا اهي. هبدا دلوقتي هعمل حاجه بسيطه جدا اوريكم العيش ده بقى كده اطلعه سمبوسه ازاي. طيب لما نيجي نعمله على انه سمبوسه، العجينه اهي عجناها، بص معايا يا جمل، بص الطراوه بتاعت العجينه عامله ازاي، اتخدمت، ما احتاجتش ولا دقيق ولا ميه ولا اي حاجه، كل اللي احتاجته ان هي اتخدمت مش اكتر من كده. بنغطيها وبنسيبها ترتاح حوالي من تلت ساعه لنص ساعه كده، ونبدا ان احنا نفردها ونورق بين الطبقات زي ما وريتكم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هبدا بس ان انا اقدم الشاورما كده مع بطاطس مع رغيف عيش لوحده مع حبه مخلل. طيب هوريكم نفس العجينه هنعمل منها ازاي سمبوسه، نفس العجينه يتعمل منها ازاي سمبوسه يا نونه. طيب بدل ما احنا عاملينها مدوره هنعمل الرقات مربعه. ليه؟ علشان هسوي على صاج، وفي نفس الوقت مش عايزه اهدر منها كتير، يعني مش عايزه ارمي كتير، يعني زي ما انتم شايفين كده هي دي مدوره، فههدر منها كتير عشان اعمل سمبوسه.
ههدر منها كتير عشان اعمل سمبوسه. طيب هو اللي احنا هنهدره ده هنرميه؟ لا، انا الحمد لله بفضل ربنا ما عنديش حاجه بتترمي. طب امال هنعمل ايه؟ هوريكم حالا. بصوا كده معايا، اخد بس كده بسم الله رغيف من دول، او ممكن ان انا اعمل كده اخد من هنا اسهل. انا هشتغل بيها ان هي سمبوسه على طول عشان هي تديني في التشكيله اسهل كمان. بصوا كده شايفين المدور ده كله، انا هعمل فيه كده. هو ده هيترمي، قلت لكم ما بهدرش حاجه وما برميش حاجه. امال ده هيتعمل منه ايه؟ هبدا ان انا اقطعه مكعبات او مربعات، ويبدا عندي ان هو متحمر ومقنش. انا دلوقتي بربع المسافة عندي، او بربع المدور ده عندي علشان اخد حاجات متساوية من السمبوسة. شايفين كده؟ انا سويت المربع بتاعنا خالص. طيب اللي انت عملتيه في الجوانب ده ايه يا نونا؟ اهو هعمل كده. شايفين كل الحاجات اللي هي اللي في الجوانب دي اهي، وابدا ان انا افكها من بعضها كده اهي بالشكل ده. شايفين لما بتتقطع كده بنبدا ان احنا نديها مثلا معلقه سمنه ونبدا نحمرها فيها، هتطلع لنا في منتهى الجمال اهي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله تطلع لنا رقات اهي. شايفين؟ طيب انا دلوقتي اهو المربع عندي عشان ابدا ان انا اعمله للسمبوسه. هعمل ايه؟ اهو بسم الله. بص معايا بسم الله. شايفين المنظر؟ بقى عندي من نفس العجينه بتاعت العيش السوري او عيش الصاج عجينه سمبوسه. ابدا ان انا اطلع كده الرقات وابدا ان انا احطها. بس خلوا بالكم بقى، الرقات اللي هي بتاعت السمبوسه لما اجي احفظها لو انا هشيلها عجين كده مش هشيلها محشيه، بعمل ايه؟ بدهن يعني بدهن في الطبقات بتاعتها زيت. بسم الله بسم الله. شايفين نونا هي بتلزق ليه كده معاكي؟ طيب بتلزق معايا كده علشان ممكن ان هي تكون كانت محتاجة تسوية زيادة، ممكن ان هي تكون كانت محتاجة ان هي خليط توريق زيادة شوية. كل ده وارد واحنا شغالين. بصوا طبعا هنا هي من هنا اتقطعت، بس بصوا لما بتتفك من بعضها زي ما انتم شايفين كده. بنبدا ان احنا ندهن زيت بينها ونبدا ان احنا نشيلها اهي. بصوا شايفين بتبقى كده. نبدا ان احنا نعمل كده بالراحه خالص اهو، هتلاقوا ان هي بتفك معانا بكل سهوله اهو. ما نستعجلش عليها زي ما قلت لكم. ليه بتلزق كده معانا؟ ممكن علشان بسم الله ان احنا ما اديناش التوريق حقه، بس برضو اهي شغاله معانا وزي الفل. نرقق الموضوع شوية. بسم الله نشوف واحدة تانية في ايه.
بص انا بعمل ايه، انا عايزه ان هي تفك علشان نشوفها زي ما شفناها مع بعض. بصي يا جمال اهي فكت معانا اهي بكل سهوله وبساطه زي ما قلت لكم. اهم حاجه حته التوريق وان احنا نديها حقها في التوريق. يبقى احنا كده من نفس العجينه عملنا السمبوسه ومن نفس العجينه عملنا العيش السوري بطريقه سهله وبسيطه جدا زي ما انتم شايفين معانا كده. اهم حاجه زي ما قلت لكم كويس ان ده حصل معانا، ان انتم ايه السبب يا نونا ان هو ما فكش معانا بكل سهوله زي ما انت عملتيه كده في الاول، ان هو ممكن يكون التوريق بتاعه مش واخد حقه زي ما انتم شايفين كده. ده كمان اهو، يبقى دي العجينه وادي السمبوسه، واللي هي الحاجات دي بنقطعها وبنقصقصها بالمقص بتتفك من بعضها وبنديها زي تشويحه سمنه كده او تشويحه زبده ان انت بتحمريه. ممكن تعملي منه ام علي، ممكن تعملي منه تحطي عليه كده حبه حليب بسكر هيطلع معاكي زي الفل. يبقى احنا استفدنا من كل حاجه بتطلع من العيش. طيب ادي الشاورما اللي عملناها النهارده او العيش السوري اللي عملنا منه الشاورما زي ما انتم شايفين كده بطريقه سهله وبسيطه.